عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عبير عامر وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر بعمله يوصل لكم أول ما بينزل على طول. بالأسماء، إصابة 4 طلاب في حادث انقلاب سيارة بقرية المثاني في مطروح. خبر بيقول أصيب 4 طلاب من قرية المثاني بمركز النجيلة في مطروح بإصابات متنوعة اليوم السبت بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قرية المثاني البحرية على الطريق الدولي مطروح السلوم، وتم نقلهم مستشفى النجيلة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم. دخل مستشفى النجيلة المركز المصابون في الحادث وهم حمادة يعقوب حسين 16 سنة طالب من قرية المثاني ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وحسن فوزي إبراهيم 16 سنة طالب من قرية المثاني مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وحمزة إدريس آدم 16 سنة طالب مصاب بكدمات وسجاحات متفرقة بالجسم، وأحمد هيبة 16 سنة طالب من قرية المثاني مصاب بكدمات وسجاحات متفرقة بالجسم. كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف تلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح السلوم، فتم الدفع بسيارة الإسعاف من أقرب نقطة تمركز على الطريق مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم للمستشفى، كما تم إجراء معاينة الشرطة انتقلت لمكان الحادث وتأخذ الإجراءات اللازمة واختلت النيابة عشان تتولى التحقيقات. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب.